اهلا وسهلا ومرحبا بالجميلات والفنات في يوم جديد معايا في البلد الحبيب المغرب. ها المهم حنا الثلاثي توتو اهلا وسهلا ماما وليا. المهم الهضره في راسكم كليتي طلعتي لنا في راسنا ما طلعت لهم في راسهم. لا واه لا واه لا واه انا عارفه راسي عزيزه. لا واه لا واه انت صار عزيزه قالت لي ماما لا ما تقوليهاش عزيزه وغاليه اختي انا كنساريهم ونفوج بهم. ايوا كي دايره لاباس عليكم بخير صحتكم مزيانه. المهم حنايا عاتي غاديين دابا في الطريق ترى فعلا عاتي كتخيلي بحال كنلعبوا دوك الطوموبيلات الساطيح كيخرج واحد من هنا واحد من هنا واحد انا عاتي غادا وشاده على قلبي وحق الله كنخاف كان ماما عندك ماما عندك انت كتطلع على الدم كتقولي اوه صافي راه اللي صاي قلتي تمشي لكندا وصقيتي قالت لي كيسحابلي بحالك انت كتحطي هكا هنا الكاميرا كتبقى كتسوقي وكتهضري والعصافير وتزقزق والاشجار تما فهمتي تما السوقان مريح شويه هنا عتي راه كتحسي بواحد ستريس انا يعني كان صراحه كيخلعني السوقان هكاك علاش ما عمركم البنات كيقولي عمرك ما شفناك كتسوقي في كازا ان شاء الله باذن الله ما تشوفونيش كنسوق فيها انا فريمون كنخاف من السوقان هنايا لان هنا كاينين هانت بحال دابا حنا غاديين هو مول الموتور دايز من حدانا تريبورتور كيدوز من هنا لا لا كل واحد كيدير قانونه وانا يعني كنخاف الله يستر يعني اللي خاف نجا انا ما قادره على سوقان هنا ما نسوقش. ايوا مرحبا بكم معنا في يوم جديد. حنا يا خويتي صباحات كانوا عندنا غراضات هنا 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 ودابا غاديين نتغداو. قلت لماما دابا انا عندي داك الاسبوع الاول معروف شهيوات مني الضمام وشهيوات مني التوتو هذه مفروغ منها ولكن كيخصني ضروري الشوايه كيخصني نمشي ناكل الحوت. المهم هذا عندك هاد الجوج الوجبات في المغرب ضروري ما يمكنش ما ندشنش بهم السيمانه الاولى. وصلنا ها الشيف توتو ها ماما ها هما المقبلات وصلوا بعدا باش كيعجبوك معاك كتجلسي معاك كيبداو يحطوا لك ها نتوما الصوص العاديه الزعلوك ها الشليده دي عندهم بنينه كيخلطوها ما بين الباربه محكوكه كتكون حلوه مع مطيشه والخيار والروز هذه الصوص حاره ها الزويتينات وصلوا اطباق السمك المهم خدينا هاد الفريتور هادو اللي كيكون فيهم الكالامار كروفيت انتم الحويته تاع البلاد يا سلام الميرلا الصوص ايوا تفضلوا مرحبا بكم مرحبا بكم يا جماعه ورجعت معكم مره اخرى بعد الوليمه ديك السمك قالت لي ماما مورها قلت لي يا بنتي دابا شنو بغيتي ندير مع مسكينه زعما عارفه وقتي محدود قلت لي زعما فين بغيتي نديك قلت لي دابا عرفتي ما ديني لا لا سيرنيش اسوق للدار عرفتي بغيتي غير رجعتي عيني عرفتي سبحان الله العظيم فاش كتقلي في الماكله كترخاي راه ما قالوا لك شنو هي توتو شنو داك المثل تاع تغدى وتمددوا نعم شنو هي داك المثل اللي كيقول لك شي حاجه وتمددوا تغدى وتمدى انا قلت لها تغدى وتمدى وقمني العمل تعشى وتمشى ولو بقدم نس نس تحياتي تحياتي صافي صفق على راسك حتى انا شاده دابا التليفون ما نقدرش نصفق تنسالي ونصفق على كاتوتو الناس اللي كيفهموا قالت لك تعشى وتمشى وتغدى وتمدى وقم للعمل تبارك الله الحكمه كتشير هنايا عمرتي داك الكرش بالحوت ولاصوص انت تطلق على الخبره وتتبارك الله مع داك السناك كتكملي كيبقاو يزيدوك هز عليك هز الزيتون هذا انت فهمتي كيكثروا عليك هذوك الطباسه كيدوخوك ومع حنا كنكونوا موحشين دوك دوك المطاعم يعني ما كاينش شي مطاعم صراحه بحال هكا في المغرب الحوت كتلقاي شي حاجه مي ماشي بحال هاد الستيل هذا المغرب ايوا يا لاله صافي قلت لماما رجعيني اصلا انا باقا لعب عليا شويه الديكالاج ديال ما بين كندا وهنايا راه تخيلوا معايا فرق 6 ساعات ما هي ساعه ما هي ساعتين 6 ساعات الفرق هي يا لاله 3 الصباح يعني تخيلوا معايا دابا انا فاش كنفيق هنا مع التسعود هي 3 الصباح عتي راه باش كتقضي اصلا وقتك كيخصك على الاقل واحد سيمانه ولا هذا وهادشي مازال انا زعما راه كنسهر زعما راه ايوا صافي قلت لماما رجعيني ارتاح شويه باقي في العشيه خاصني نمشي لداري باقي خاصني نقضي الشله وشوي علي وعدت معكم يا جميلات المهم شوفوا انت صرت توقضات العينين تحلوا المهم الا عرفتوا انت صرني كتوقض وكتنشط وكتبدا تضحك عرفوا شي حاجه وصلتها كتنشطها المهم عاد يلاه داتني واحد الغميضه جميله المهم بعد ديك الغديوه وداك الشيء تقريبا شي نص ساعه ساعه الا ربع
ويا تقول يا ماما نوضي راه واحد ليفرو راه اتصل راه قال لك راه شي كوموند غادي يوصلها لينا. قلت لها صافي 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 عرفت هذه واحد لا كوموند اللي متشوقه توصلني من عند واحد لاباج ديال قصر النفيس اللي عندهم داكشي ديال الهبال ديال الحماق خصوصا العشاق داكشي ديال العود والبخور والمبخرات داكشي واعر طوب طوب طوب. المهم غادي نبارطاجي معكم انا حيره باش نبدا لكم غادي نبدا لكم بواحد الحاجه اللي كنت متشهياها كنت كنشوفها عند البنات كنت كنقولها نمشي للمغرب وغادي ناخذها واللي هو هذا البلاطو هذا. شوفوا لي الجمال الجمال والاناقه والفخامه. المهم هاد لي بلاطو هادو سميتو كاين فيهم جوج الالوان كان فيهم النوار وكان فيهم بيض. انا شفت البيض صافي قلت هذا هو اللي بغيت. هاد السيده هادي سميتها لمياء اللي تبارك الله عليها انسانه غزاله واللي هي صاحبه هاد لاباج ديال قصر النفيس اللي عندهم دي زارتيكل يعني واعرين. المهم هاد البخره هادي كما تشوفوا هي مبخره البريق كتجي هنايا فين كتحطي البخور وداكشي ديالك كاين كيجي معاها هاد المقيبط هذا ولا هاد الكليب هذا باش كتهزي زعما الفخر ملي كيكون زاند وبيان سور البلاطو ديالها اللي تاهو كتجي فيه واحد الزواقه وهاد سميتو هاد البواط هادي بالحروف العربيه هادي اللي ولاو دابا كيديروا فيها العود ولا ديري فيها السرغينه ولا المهم كتجي زوينه هكا حلوه كتحطيهم كاونسومبل. شوفوا مع هاد الكريستال هادي جات فنه فنه فنه. والثانيه مشينا هي للنوار نوار عاوتاني كيفاش كيجي في مبخرات غزالي خصوصا مع هاد الديكور هذا اللي جا لتحت بالعود وكيجي فيه الدرجيلات هادو مبخره ما شاء الله غزاله وكبيره من الداخل. شوفوا كيفاش دايره صراحه عندهم كوليكسيون ديال المبخرات فنين ودائما كيدخلوا جديد. غادي ندوزو دابا يا لاله واحد البواط اللي تقدري تقدميها للناس اللي غاليين عزاز على قلبك وكذلك في مناسبات مثلا شي وحده يلا ولدات شي فرح غدا عند شي وحده اول مره للدار ولا شي واحد يلا حل شي محل ولا شي حاجه بغيتي تقدميها ليه هديه ولا شي واحد يلا يعني ماماك ولا حماتك ولا شي شخص اللي فريمون عزيز. المهم بواط كما تشوفوا كبيره كتجيب السينته ومفركسه واللي فيها دي كولور واعرين يعني فيهم اللوينات زوينين. غادي نقولوا يا بسم الله ونفتتحوها انتما يا لاله. اول حاجه كما تشوفوا ما شاء الله كتلقاو ايه الكرسي كلها في هذه البليصه هذه شاده كامله هذه البليصه كتجيو كتلقاو هذا الكارد هذه اللي كيشكركم فيها وغادي كتحلي ترى كتكون المفاجاه. شوفوا تبارك الله على واحد المصحف قداش ما شاء الله كيفاش داير وفي دوك اللوينات حمقوني. كتلقاو مصحف كتلقاو هذه ديال التسبيح التسبيح حتى هو غزال وكتلقاو صلايعتي بعدا راكت يوفو كتحلي بعدا هاد البواطه هادي كتخرج لك واحد الريحه ديال العود عرفتي هاد الصلايه هادي عرفتي بحال تقولي مبخرينه زوينه غزاله وتتويب ديالها هكاك رطيطه. المهم صلايه كبيره كما قلت لكم هادو يعني فيهم لي كولور انتي كتختاري اللون اللي بغيتي. غادي ندوزو دابا للمسك الطهاره. المهم كيوصلك في هذا الساشي هادي مسك الطهاره بزاف كيسولوا عليه راه دابا ولا كيخلطوا فيه مي يعني خاصك ضروري تاخذيه من عند شي باج اللي كتجيب داكشي ثقه. المهم هذا مسك الطهاره ريحته زوينه بزاف كيسولوا فاش كتقدري ديري كتقدري ديري دائما في بلايص اللي كيقدر يعرقوا مثلا الا كان كيعرق لك عمقك تحت الابط هنايا مثلا ما بين يعني تحت الركبه يعني كاع البلايصات اللي كيقدروا يعرقوا كتقدري تديري فيهم مسك الطهاره. كاين هذا البخاخ هذا واللي هو عاشق العود واللي هو معطر الجو اللي كتقدري تعطري به حتى الافريشه والفواط وداكشي ديالك. وحنا باقيين غاديين مع هذا عاشق العود عندهم حتى العود ديالو. المهم عاتي ريحته زوينه انا بعدا لي بواط كيحمقوني يا سلام يا سلام عرفتي والله ما كرهتكم تشموا ريحته كتحمق هذا عاشق العود. وغادي ندوزو كذلك النوادر نوادر راه معروف هذا البخور هذا. شوف بعدا البواط هذاك الشيء مفركز زويون كاين هاد النوادر هذا. وغادي ندوزو دابا اللي كيحماقوا على العطور العربيه الاصيليه يعني لي 100% دي بارفان ماشي مخلطين ولا شي حاجه هانتوما بيور عود. هادي بعد البواطه كتجي كتحليها وكتخرج لك هذا البارفان هذا عتي ريحته زوينه 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 بزاف ريحته يا سلام يا سلام يا سلام. المهم انا بعدا راه عطرت توريو عطرت ماما المهم قلت لهم الا عندكم شي فولارات شي جلابه معطر ليكم اجي كتبقى ريحته زوينه في الحوايج. وكاين هذا اميره الاحساس بعد السميات شوفوا هذه عاوتاني القريعه ديالو كيفاش دايره اميره الاحساس
سكري شويه، يعني كيبغي هذاك العود ولكن يكون ريحته خفيفه شويه. هاد اميره الاحساس زويونه. وكاين هذه الاثال، هذه زويونه حتى هي. المهم هذه البواطه ديالها نوريها لكم. هذه الاثال حتى هي غزاله كبارفان هكا. وهذه نظره شامله على لا كوموند كامله اللي بارطاجيت معكم من قصر النفيس. عرفتي دابا حتى حطيت كلشي قدامي، عاد كيبان لي سبحان الله العظيم كلشي في الدوغي ونوار. شو على صدفه كيفاش دايره. وهذه خلاص لابواط والعطور كاملين. فان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم لي كوردوني ديال قصر النفيس، انستغرام، تليفون وكلشي ان شاء الله. الا بغيتوا تواصلوا معاهم راه كيصيفطوا المغرب كامل كامل، تبارك الله عندهم داكشي والاروع. دابا غادي ندوز نوجد راسي باش غادي نخرج ان شاء الله نمشيو نقضي واحد الغرض خفيف من بعد، لانه خاصني نمشي ضروري لداري اليوم. دايره غادي نتلاقى مع حماتي، ومهم غادي نتجمعوا لا فامي هكا، نديروا هكا كوتي بيناتنا خفيف. وباغا نبارطاجي معكم شي حاجه واعره في الدار الجديد عاوتاني. واحد التغيير زوين درتو تما وبغيت نبارطاجيه معكم. وجيت دابا لداري، وعرفتي مسكينه السيكوريتي اللي عندنا ديال العماره هنايا، شاف كيقول الطوموبيله هذه ديال ماما ما عقل عليها توتوي كطق. شكون لالا؟ شكون؟ جينا عند سيسار. قالت لي سيسار سيسار زعما على يم ولات العماره. قلت لكم شافني داك السيكوريتي وشاف ماما كيقول هذه ماشي هي اللي كتفصي. ما فهم والو، حيت عارفني كنجيو غريبه تما الصيف الصيف. ايوا عييتي شويه. كاين الشبه، شوف بعدين كيقول لي كتشبه لماما، كاين واحد اللي كيقول لي لا ماما زوينه عليك. قلت لهم ماما زوينه عليا دي عرفناها، ولكن واش كاين الشبه ولا ما كاينش الشبه؟ كاين الشبه. انتوما واحد الصوينيه اتاي وجدناها في حضور الحاجه. انت ابراهيم ناقص انت حاجه ماما توتو عمي حتى هو عمي الحاج حتى هو كاين، الله يعطيه صحيحته وطول في عمرو. ها انتم الرغيفات من تحضير لوستي، الله يعطيه الصحه. ها انتم الخبز الشحمه رشيده، اش هاد الجمال، اش هاد مسكينه. ها انتم مسكينه وجدات الكوتي كامل على حقه وطريقه. ها انتم يا خيتي خيتي تبارك الله، التميرات، الجبن، ها البيضات المسلوقين. وخلاص هادو لوسي الله يعطيه صحيحته حتى هو مسكين، دائما ما كينساناش من حقنا في العسل الحره واملو والزيت البلديه ديال نواحي هادو. خالتي انا ديك المنطقه زوينه ما بين الصويره والاكادير، عندهم تبارك الله عرفتي العسل واملو داكشي خطير. شو يبان لكم لون العسل تبارك الله كيفاش داير. والحمد لله درنا الكوتي وبقينا مجمعين حوت 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 حوت. هادشي كيعجبني على المغرب، كاع داك الفائض خلا برا من داك السطوك اللي عديت الهضره كلكم فرغونا. المهم والله الا كنش زعما كتحسي براسك كتفوجي هنايا، وخا ديك الكليسات بساط والضحك وداك الكويساتاي. المهم كيعجبني انا بحال هكا بزاف مع لا فامي. ويلا لا نتنا جمعنا هذيك المسائل. دابا جينا دابا عاد غادي كما قلت لكم، دابا عاد تكون دوزيام ميطون ديال الحسوه، حسوه عاوتاني بالتمر. خلينا الحاجه وتوتو وماما وداكشي بادي شي مسلسل مغربي. سميتها راجي داك المسلسل المغربي السر المدفون وما عرفت شناهو السر المدفون. وتلقى دابا عرفتي مركزين مني تنيتو مع داك السر المدفون. مع سمعوني كنهضر قالت عافاك كتهضر ما سديت عليك داك باب الكوزينه. قلت لهم طلبتو على الموجو سديت باب الكوزينه، دخلت انا ورشيده هنا. انا داك المسلسل تاي الا بان لي زوين ان شاء الله تمشي نرجع كندا ونتفرج فيه. هنا في المغرب ما كنبغي نضيع وقتي في الفراجة وداك الشيء، زعما لي نضيع وقتي هنا في الجمع. المهم جيت هنا الشومبر باقا كيف ما هي، هذاك الشيء تاع الميطات، لا فاليز اللي كنقاس، كلشي الكوفرلي. المهم جاتني في شكل دابا ما كاينش ابراهيم، ما كاينش وليدات مساكن وداك الشيء. اول مره كما قلت لكم غادي نكون في المغرب بلا بهم. كنجيب بلاكارات كنبركك زعما شنو شكون اللي بحالي. المهم بنات اللي برا شكون اللي بحالي، يعني فاش كتجي لدار هنا في المغرب كتنسى شنو خلات فيها. انا والله العظيم بعض المرات كنقول يا حليلي هذيك كشي حوايج كيمشي ليا من بالي عاد كنلقاهم. المهم زعما ديك المره زعما راه جايبه الساكت الحضور والصندله، زعما ما كاين غير العرسات من العرس للعرس. ديك الساعه ما لقيت والو، كلشي على السليله سليله لي بارفان. شي واحد نونوس هادي تبنو تي اليزا سكينه نونوس. ها المهم كنخلي هنا ضروري كنخلي حويجاتي، كنخلي حتى حاجه بيجامات، كاين شي حويجات يعني ما كنديهمش مابقاش غاده جايه بهم.
ضروا كيبقاو حويجاتي هنايا. هاد المره يعني تا جبت شويه المعنات من داري في كندا، لان من تما كنكوموندي بزاف، وراكم تعرفوا يعني الحباب والعائله تما كيبقاو قلال، ماشي كثار بحال هنايا. هنا اللي زعما كيكونوا حبابنا داكشي كنجمعوا معاهم بزاف، فقلت ضروري هاد المره زعما نجيب هكا شي حويجات اللي باقيين جداد اللي كنت كومونديتهم، باقي ما خدمتش بهم حتى شي حاجه، جبتهم معايا هنايا. خلت لي الكوزينه رخانتي اختي، زعما المعزه ديالي خارقه للعاده، كلشي كتهلا فيا فاش كنجي في المغرب. المهم نمشي معكم دقه دقه. ها انتم التمرات اللي وصلونا من البلاد، جميلين جميل سبحان الله. سورتو هاد التمر هذا واخا كيبان لك هكا زعما ما معسلش، ولكن سبحان الله الطيبه ديالو كتكون جميله. هاي واحد القله تفبرات علينا بها الحاجه، هذه القله منين كتكبر وكتقدم وكتطور كتولي بالروبيني. هذاك الشيء طوماتيكي طوماتيكي خلاها عادي الايمان، كتحمق لينا الشربه في القله. هنايا خبز الشحمه صايباتها بنت لوستي الله يعطيها صحيحتها، مسمنات والمسائل، عادي تا هي لوستي صايبات لنا هاد الحليوات هادو تاع دوازاتي. ها انتم الحليوات تاع الدار، جميلين جميلين، سورتو هادي ديال السنيده، سنيدات الكاوكاو، ما اجمل حلويات البيت. ها انتم هذه زعما هديه خصيصه لابراهيم. ها انتم نوريكم فين هي السميه. ابراهيم اين انت؟ اويلتي فين هربت لي السميه؟ هاي 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 زعما هذه ابراهيم زعما عسل الدغموس صيفطوا ليه لوسي. دابا هو جاب لي زعما جوج قراعي مع ابراهيم عزيز عليه الشوفه من الصباح مع العسل، وهذيك قلت لي ولكن هذيك الساعه ابراهيم كون هاني وراك وراك والزمن طويل، قرا عليا قرا عليك والله ما نعقل لك، وخاصه شي مكتوبه فيها سميتك ولا ما نعقل لك. المهم انتما اختي عرفتي هذا العسل خطير، وها انتما يا الحادقه ردات لينا قالت لك مورا اتاي مع غادي نصايبو غادي نشربو هاد البلبوله، حسوت البلبوله مع هاد البيريود هذه كتحرك شويه البرد في الليل، هادشي اللي كتحتاج الوقت. هادي باش صيبتي اختي رشيده البلبوله؟ البلبوله اييه، الحليب، الكمون وزيت العود، وزيت العود صحيه جميله. هانتو كاين اللي كيزيد الحلبه اللي غايدير لي الحلبه، الحلبه كيزيدها. انا ما كتعجبنيش مذاق الحلبه، مي هكا تبارك الله ما شاء الله باينه رائعه. المهم خلينا للحاد قال لي طيبتها، قلت لها انت اللي دوزي تعمري زلايف، اللي دار شي خدمه يكمل يا رشيده. الله ما نعقل عليك، الزهر مع التمر مع الزيت العود مع جيت مع السيزون ديال كلشي. ترى انا راني مزهره، دارت لنا المفاجاه. لا هما اللي كنحس. كي جاتك مفاجاه انت من عرفتيني جاي؟ نعمه بالله ونعمه الفرحانيت صراحه، الله يعطيك الله لك الحمد. رشيده راه من رشيده راه من الناس اللي عزازين عليا بزاف، عندها واحد معزه غاليه لا ليا ولا ولادي حتى كيحماقوا عليها. الله يخليك علينا اختي انتصار خيرك سبق، بارك الله فيك اختي رشيده. المهم الا عقلتوا على هذا الكنابي هذه الجلسه هذه بالضبط، كنت درتها في هذاك الخضر الملكي، عقلتوا هذه تبقات لي تقريبا شي سيمانه وغادي يمشي بحال، وكنت بارطاجيتها معكم بزاف، قالوا لي انتصار زعما هو اللون كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش، بيان سور الاذواق يعني لا تناقش، مي بزاف قالوا لي يعني لو كان مشيتي في لون بحال اللي عندك في الصالون ولا بحال اللي عندك في الحيط يعني جا شويه ناصع. فمهم هذيك الساعه كانت باقا جديده، عيط للعزيز، عزيز هو اللي كان صايب ليا الكرابي ديك الساعه، قلت لي شوف باقا جديده واش ماشي مشكل تعاودها ليا، تعاود ليا غير اللون. قال لي ماشي مشكل اختي انتصار. المهم جا هز هذيك الجلسه وعيط اتصل بلوسي والحاجه، دار معاهم وقيت وجاب ليهم هاد الزازه التفركين. فكما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، ها هي الجليسه الجديده. قولوا لي واش كان اختيار موفق في هاد الكولور الجديده؟ صراحه انا شخصيا دابا عاد اقتنعت به مليون في المية، لان خصوصا هذيك البلونت ارتيفيسيال اللي كنا درنا كان داخل فيها داك الصفيفر، فدابا منين دخل هكا ولا الكنابي كله في الكري ودخل فيها ديك التوش ديال بحال الصفر موطارد، عاد جات هذيك البلونت عاد كما نقولوا عاد بانت اكثر. وهنايا كان عندي واحد لو فيد، هذا كنا فكرنا شنو نديرو، الطبيله الزاجه شنو نديرو في الكوان، يعني بلونت ما يمكنش لان ديجا دايره في هذيك الخويه اللي عندي تما، فكانت فكره زوينه هذه يعني من عزيز هو اللي اقترحها، واللي نديرو ان نديرو شي بوفا اللي يكون داخل فيها غير صفر باش كما نقولوا الصالون يبقى باين اكثر. هاد البوفا هذه كما تشوفوا الستيل ديالها عجيب زويونه، انها طويله كتقدر دار بالطول هكا واقفه ولا متكيه، لان انا نوريكم كيفاش دايره من اللور. ها نتوما اللور فيها ديجا مصايب ليها هو رجيلات،
هي داير عندها ديك لاباز تما، يعني كنقدر هكا نتكيها ولا نخليها هكاك واقفه. حنا الفوق دخلنا يا لاله واحد التوش تراديسيونيل ديال هذا المهرز هذا، عرفتي سبحان الله العظيم تقولي الثوب موخود منها. هذا يعني هذا لقيته غير بالصدفه، واحد النهار كندور عند واحد السيد كيبيع هذا الشيء، وسبحان الله العظيم قلت ليه صافي جابك الله في طريقي، جات زوينه هكاك حطيته. بالنسبه لهاد الكري هذا كما تشوفوا هاد لي كوسان هادو، بالنسبه للاختيار ديال هاد التوب هذا بالضبط عجبني بزاف. هذا خليت العزيز قلت ليه ها انت شوف انت حاول تكسر لي الكري بشي حاجه اللي على ذوقك، فصراحه كان الاختيار ديالو جد موفق ان دخل ليا هكا لي كوسان. المهم ما كثرناش فيهم بزاف، درنا ثلاثه تما وثلاثه كيجيو تما الوسط وثلاثه كيجيو في هذاك الكوان الاخر. وبالنسبه للطريقه باش كيخدمهم راه غزالين، يعني الجلوس ولا التكي فيهم غزالين، يعني مخدومين صحاحي. والحاجه الاخرى اللي بقيت زدت هو العود، يعني العود بغيتوه ولا ما بغيتوش هذيك الساعه راه كتفاهموا معاه عليه. الا بغيتو تزيدوا العود يعني لاباز التحتانيه باش يطلعوا راه كتزيدوها. وخلاص هنا بالنسبه للطابي وداكشي راه باقي ما بدل حتى شي حاجه، خليت غير الطابي اللي كانت عندي لان كانت في لون ديال لي طابل. ان شاء الله من بعد ربي يسر ان شاء الله نقدر نبدلها تكون هكا شي لون لي اوني ما يكون فيه لا زواق لا والو. والطبيلات خلاص راه زويونين هادو، راه كيمشيو مع كاع الالوان ميم ديكور لي الفوق، يعني قضيت غير بداكشي اللي عندي. ان شاء الله من بعد وناخذ هكا شي ديكور ولا شي بلونط اخرى اللي يكون داخل فيها شي صفيفار ولا هكا كري ولا هكا ديال الكريستال كيجيو زويونين. ميم لي طابلو انا قلت زويونين لان حتى هما داخل فيهم دوك الوريدات في الصفر، داخل فيهم حتى الكري الا بان ليكم، داخل فيهم حتى الكري لتحت. وخلاص هاد البلونط هادي راه كان خدا هادي ابراهيم، كان خدا يمكن جو كخوا من درب عمر والله ما عقلت. المهم راه تبارك الله راه صحاب المحلات دابا راه ولا العجب معجب في كازا، فيما مشيتي راه كتلقاي هكا لي بلونط ولا واعري. وخلاص الصالون او هاد الصاله هادي راه فيها هاد فيروس، صباغه فيروس، كنا عاودنا الصباغه ديال البارتما كامله كنا درنا هاد الصباغه هادي فيروس في الكري بارد اللي كتمشي لك تقريبا مع كاع الفراش، يعني اللي درتيه راه كيمشي ما كيجيش معيب. وان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم الكونتاكت ديال عزيز، ان شاء الله الانستغرام التليفون ديالو ان شاء الله بغيتو تواصلوا معاه. تبارك الله خدمته زوينه، وكما قلت لكم ان شاء الله غادي يكون شونجمون حتى في الصالون. طليمطات راه تقريبا واجدين، غادي يكون حتى شويه تاع الديكور تغيير فيه. غادي نبارطاجي معكم كل شيء في الايام الجايه، وبهذا باش ما يجيش عاوتاني فيديو طويل. نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا هذا النهار خفيف ظريف. تهلاو في راسكم وبوسه كبيره لكم، كنضرب لكم ان شاء الله موعد فيديوهات وروتينات فلوجات جديده في المغرب. بوسه كبيره والى اللقاء.